نرحب بحضراتكم في اخر فقره معانا النهارده، وهي عن واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي حصل على العديد من الالقاب وشارك في بطوله العالم للناشئين. هو كابتن محمد مختار لاعب الاهلي ومنتخب مصر الجمباز، ويمكن انا كده خطفت منه ميداليه، يا رب ينساها لما يمشي. صباح الخير. صباح النور، منور الدنيا واهلا بيك، سعداء جدا وجودك معانا ومبروك على الميداليات دي كلها. بس برضه نفس القصه، استعوض ربنا. خلي بالك نعود من غير ما تشارك في بطوله واحده واخده معظم الميداليات. يعني شغل عالي. تسمح لي يا محمد نروح نشوف بس التقرير ده عنك ونرجع سريعا نكمل؟ من خلال بس مجرد الصور اللي احنا شفناها لك دلوقتي، ان انت مسيرتك لو خدنا في الاعتبار سنك الصغيره، مسيرتك مش طويله ولكن بسم الله ما شاء الله حافله بالنجاحات والانتصارات والميداليات. عايزين نبتدي معاك المشوار من اوله، من اول ما اخترت ان انت تلعب اللعبه دي او تمارس الرياضه دي. من الاول خالص هو كانت فكره بابايا ان انا ادخل لعبه الجمباز، كانت ساعتها مش مشهوره قوي. ابتديت المسيره، حبيت الرياضه وابتديت ابدا فيها، ابتديت ابحث بقى واشوف. يعني عندك مثلا في البيت الوالد او الوالده او اهل بيتك عموما لاحظوا ان في يعني اكروبات بتعملها انت بشكل استثنائي؟ هم لاحظوا وانا صغير كان عندي موهبه شويه في الشقلبه وكده. شكلك كنت بتنطط على النجف. كنت شقي قوي، فابتدوا بقى يدوروا لي على الرياضه فيها يعني تتميز بالموهبه ديت. هي النقطه دي لوحدها في منتهى الاهميه. انت متخيله ان هواند كميه اولياء الامور اللي بيشتكوا من شقاوه اولادهم من غير ما يوجهوهم التوجيه الصح زي ما حصل معاك انت يا محمد؟ الحمد لله دي نقطه مهمه يعني. فبعد لما كملت بقى شويه لقيت نفسي بكسب في البطولات وكده، ابتديت اهتم بالموضوع اكثر لحد اما شاركت في بطولات الجمهوريه، لقيت نفسي بكسب وبنافس جامد وكده. ابتديت بقى اتضميت للمنتخب. كانت اول بطوله ليا كانت البطوله الافريقيه، جبت ساعتها ثالث فردي وجبنا اول فريق وجبت ثاني حصان قفز. بس كانت اول بطوله انا كنت بلعب مع اكبر من سني وكده، فكانت بالنسبه لي اعجاز يعني ان انا وصلت اصلا اوصل للافريقيه وكده. بعد كده هي جرت بقى البطولات كلها اللي بعد كده، كانت خبره كويسه جدا. سافرت بعد كده دوره العاب افريقيه، جبت واجده تالت فردي وجبت تاني عقله وتاني حلق وتالت حصان قفز واول اول حصان حلق. بعد كده سافرت ما شاء الله. بص من كتر البطولات. طب خلينا نبدا واحده واحده، نبدا بطولات وميداليات مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت ديت واخد اول فردي، واخد اول حلق واول عقله وتاني حصان قفز وتالت حصان حلق. بس كده كويس. وده كان بدايتك، كان سنك كام؟ دي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. لا انت مع الاهلي من السنه. انا واخد دي مثلا ثلاث مرات اول فردي ورا بعض، والسنه اللي فاتت ديت واخد اول فردي كمان. واداء مميز زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، ما شاء الله يعني جميل. برافو عليك. تختلف عن الشقاوه بتاعت وانت صغير بكتير. يعني على الاقل اهله حافظوا على النجف. لا بس فعلا انا عاجبني جدا ان والدك يعني فعلا فكر بشكل زي ما كريم قال ايجابي، يعني عارف بيبقى كده بيبان برضو بالملامح الطفل ممكن يكون بيميل لانهي رياضه لو انت متابع يعني كوالد للطفل. فبس انت بتتمرن قد ايه يا محمد في اليوم؟ احنا كل يوم بنتمرن 4 ساعات تقريبا. 4 ساعات يوميا. ده مش قليل الموضوع. لا وبكل اشكال الرياضه وكل تفريعاتها، يعني بتسموه حصان الحلق؟ حصان الحلق.
حركه بسيطه جدا طبعا. طلعت 13 على ده العادي بتاعنا على فكره لما ندخل على الهواء ونهوان بنعمل ده قبل الهواء. لا بس ما شاء الله واضح ان فعلا في تميز في الاداء وده يتماشى جدا مع فكره ان انت حاصل على ميداليات وعلى بطولات. عايزين برضو نستغل الفرصه ونعرف منك كابتن محمد ايه عناصر المتعه اللي موجوده في الرياضه دي وفي نفس الوقت ايه الصعوبات اللي فيها؟ الصعوبات طبعا ان الرياضه بتحتاج كل بتشغل كل العضل يعني كل الاوساط وكل حاجه يعني لازم تبقى مجهز جسمك وعضلاتك كويس قوي في الاعداد وكده عشان الحاجات دي بتتصاب بسرعه. الميزه ان الرياضه في حد ذاتها بتحافظ على جسمك وعقلك وبتنظم لك وقتك. مفيش مساحه بقى للزياده في الوزن طبعا والنوع ده طبعا يعني اكيد واخد بالك من اكلك كويس جدا. طبعا نظام غذائي يعني اللي انت عامله ده ما يتماشاش مع فكره ان حد بيضرب كشري مثلا وحاجات زي كده مش لا لا بناكل عادي اصلا مع المجهود ده كله مع المجهود ده كله ما تاخدش بالك يا ابو كباتك بنتفك مع بعض في الكلام مفيش حد غريب. اتفضل يا فندم. هو كوكب بناكل عادي برضه بس طبعا مش قوي يعني هي كوكب رياضه احنا مع التمرين الكتير بنحرق جامد وكده ف هي الرياضه يعني دي كابتن محمد هل منتشر اكتر بين الرجال ولا سيدات يعني ولا الاثنين بالتساوي؟ لا هي الرجال اكتر شويه رجال بس اكتر لا مش اكتر لا السيدات بس السيدات. هو ليها كذا فرع الجمباز الايقاعي مثلا وكده السيدات طبعا ما فيش ولاد. على فكره من الرياضات اللي تحديدا لما بنشوفها بتتلعب في اطار منافسات ليها علاقه بالدورات الاولمبيه بصفه خاصه بيبقى لها نسبه مشاهده عاليه جدا بكل تفريعاتها يعني كل دايما مسابقات او بطولات الجمباز بتاخد العين دايما في اي بطوله او اي دوره اولمبيه. هي للاسف برضه ايه في مصر مش مشهوره قوي يعني كل ما اقول لحد يقول لي مثلا اللي بتتشقلب ده. لا ازاي الجمباز مشهور؟ مشهور ازاي؟ مشهور ان هو بتاع بنات وكده مش مشهور ان هو رياضه مش عارفين الجمباز العام ذات نفسه. يعني مش منتشره الانتشار اللي هي تستحقه. أنا شايف كده يعني بس بره منتشرة الانتشار اللي تستحق وبره مشهورة جدا. بمناسبة إن أنت شايف كده هل شايف إن في حاجة معينة ناقصة المفروض تتعمل بحيث إن الرياضة دي تبقى بنفس جماهيرية وشعبية الرياضات التانية؟ هي دلوقتي ابتدت الصراحة تعلى في الجماهيرية وفي كمان السن الصغير بقى عدده كبير غير على أيامي يعني كانت السن على ايامك يعني انت صغير جدا. انا صغير ازاي على ايامي ساعه البطوله نفسها اللي هو من ثلاث اسابيع الكلام استنى كام سنه؟ احنا 17 طيب على ايامك فين؟ تمام يعني هي انا شايف ان السن دلوقتي اتشهرت وبقى في عدد كتير وكده. بص على ايامي انا بقى يعني على ايامك هو مش فرق كبير قوي بس على ايامي انا او جيلي انا لا انا كنت معايا في المدرسه كان ولدين اخوات مثلا بيلعبوا جمباز فانا الجمباز مش غريب يعني مش يعني ده انا بقول لك على المستوى الشخصي جدا لكن لا طبعا هي رياضه معروفه يعني بس انا كل ما اقول لحد يقول لي انا عارفها اللي بيتشقلبوا طب اللي انت بتلبس لا كذا او بتلبس كذا ده اكيد بيهزر معاك. طب انت حاليا بتستعد لايه؟ في ايه جاي قريب من البطولات اللي انت البطوله الافريقيه طبعا كورونا وكده كانت موقفه الرياضات كانت البطوله الافريقيه كانت المفروض هتتلعب اصلا من شهرين تقريبا بس من ساعه الوقت فلسه بقى بنعمل دلوقتي اعداد عشان البطولات اللي جايه البطوله الافريقيه اول حاجه بس لسه ما اتحددتش ميعادها امتى لسه بنجهز لها بقى من دلوقتي عشان لما يقولوا ميعادها نكون احنا جاهزين يعني. طيب كابتن محمد دلوقتي انت بتتمرن 4 ساعات في اليوم كويس واكيد بتدرس في نفس الوقت التوازن ازاي بيتم بقى عشان انا لسه مخلص ثانويه عامه السنه دي الحمد لله عدت على خير طيب انا جبت فوق 95 الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله عليك اجابه بقى عمليه على سؤالك لا بجد هو عشان قعدنا فانا لقيت نفسي فاضي فقعدت اذاكر وكده صريح جدا اشغل ايدي بقى والله يعني لما كنت بلعب رياضه وكده في الاول خالص في اول سنه ما كنتش مدرك اللي انا فيه بس لما قعدت وكده ابتديت بقى افوق لنفسي واقول لا لازم اجرب. لا بس برافو عليك بجد. طيب انت قدام شايف ان انت طبعا كده كده اكيد هتكمل لكن على المستوى الاخر بقى المستوى العملي الشغل شايف ازاي؟ الشغل نفسه؟ يعني انت حابب انك تشتغل مع الرياضه ولا بس هتتخرج للرياضه؟ خطتك والله بفكر بس لسه يعني هشوف عشان الوقت دلوقتي كان مشغول كان برضه الرياضه لما كل يوم اصلا بنروح المركز الاولمبي اللي في المعادي بنتمرن فيه فمشوار نفسه كبير انا ساكن هنا
في المنطقه يعني هنا، فالمشوار نفسه بياخد وقت. تمام. بس مش عارف والله اعمل ايه، مش عارف اقول لكم ايه. معانا على التليفون يا محمد دكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي. يا دكتور صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير كريم. صباح الفل يا فندم، اهلا بيك وسعداء لوجود حضرتك معانا. ومعانا طبعا نموذج يعني مضيء جدا لشاب مصري محقق نجاحات بسم الله ما شاء الله وميداليات وحاجات كتير، فعندنا كم نموذج زي محمد يا كابتن؟ والله محمد احد النماذج المميزه اللي عندنا، بقى نماذج يعني كتير الحمد لله منه في اعمار سنيه مختلفه، يعني في بقى تنزل تحت كده كمان شويه هتلاقي في كل مرحله سنيه في نماذج مميزه. وانت عارف طبعا النادي الاهلي يعني دايما بيركز جدا ان لعيبته تكون على اعلى مستوى، ولعيبته تكون دايما بتنافس على المراكز الاولى، فبالتالي بنقتنص المواهب كلها عشان نوصل لاهدافنا. صحيح. ففي الحمد لله عندنا يعني الدنيا زاخره وعامره بالمواهب الحمد لله في النادي الاهلي. طب دكتور محمد، كان محمد بيقول لنا ان رياضه الجمباز مش واخده حقها او يعني مش معروفه قوي، هل حضرتك بتوافق الكلام ده؟ يعني انا اختلفت معاه الى حد ما، لان الرياضه دي من ايام زمان وانا في المدرسه كمان انا عارفاها ومنتشره، وكان بينا ناس كتير في المدرسه بيمارسوها اولاد كمان، فيعني خلينا نعرف من حضرتك برضه. هو طبعا بس يمكن محمد بيتكلم على مساله الاعلام بصفه عامه. يعني هو مثلا كلاعب دولي بيروح كسب قبل كده في بطوله بحر متوسط مش عارف ايه، الاخبار ما بتنزلش بالشكل المناسب. يبقى التغطيه الاعلاميه يعني. تمام. صوره اعلاميه بشكل عام في وسائل الاعلام العامه. قد يكون احنا كقناه مثلا بنغطي كل الالعاب، فبالتالي رياضه الجمباز عندنا بتاخد حقها في قناه النادي الاهلي اللي هو احد الانشطه في النادي الاهلي. صحيح. اللي زال فعلا الجمباز على المستوى العام في الاعلام اقل شويه من كتير من الالعاب. تمام. بس هل حضرتك طيب لمست مؤخرا ان حتى الوعي، يعني من وجهه نظرك الوعي عند الناس الى حد ما اختلف، ما بقتش بس فكره مثلا رياضه معينه او محدده بذاتها هي اللي الناس مركزه معاها، لا دلوقتي لان احنا كمان مصر حققت بطولات كتيره يمكن كمان في الالعاب الفرديه مؤخرا، وصلنا لبطولات ومراكز عالميه، فالثقافه اعتقد اختلفت، لو حضرتك تتفق معايا. فعلا طبعا يا نهاوند، اللي واضح جدا لينا ان في الكام سنه الاخيره اصبح في اقبال كبير جدا على رياضه الجمباز، لان اولياء الامور ابتدوا يفهموا قيمه هذه الرياضه بالنسبه لابنائهم وبناتهم. هذه الرياضه بتاسسهم في كل شيء، في الجوانب البدنيه والجوانب النفسيه والجوانب الحركيه والجوانب السلوكيه. الجمباز يعتبر مدرسه كبيره لتربيه النشأ من كل الجوانب، دي حقيقه، انا مش بقول كده عشان هي الرياضه بتاعتي، لكن هي تصنيفها كده ان هي رياضه من الرياضات الاساسيه، حتى الاولمبيك جيمز بتعمل لها وضعيه خاصه لان هي رياضه مهمه جدا. فكتير من اولياء الامور لما فهموا الحكايه دي واستوعبوا ان هذه الرياضه بالاهميه دي بداوا يتجهوا اليها، وده بينطبق ان احنا في النادي وبقيه الانديه والاكاديميات كله ابتدى اولياء الامور يروحوا وبشكل كبير جدا يطلبوا الالتحاق برياضه الجمباز. طب كابتن محمد، احنا عرفنا من خلال حوارنا مع محمد ان يعني الاشاره الاولى اللي اهله او الوالد تحديدا يعني استشف من خلالها انه ابنه مميز رياضيا كانت تفصيله الشقاوه، ودي نقطه يعني تعتبر قاسم مشترك في كتير من البيوت، ان في اهالي بس بيقولوها في صيغه شكوى، فكره ان الولد شقي او ان البنت شقيه، ما بيقعدوش على بعضهم، بيتنططوا على طول، النوع ده من الامور دي ممكن تكون اشاره كافيه لان احنا عندنا في البيت حد ممكن يبقى بطل لو تم توجيهه صح. فعايزين نسمع من حضرتك تحب تقول ايه لاي اب واي ام عندهم ولد شقي، والشكل ده تحديدا من الشقاوه ازاي يستثمروها ويوجهوا ابنهم صح للرياضه دي بالتحديد. اتفضل يا فندم. هو فعلا الشقاوه اللي حضرتك بتتكلم عليها هي تفسيرها العلمي ان الطفل ده بيبقى عنده قدرات حركيه كتير مميزه، بيقدر يعمل ايه؟ يقدر ينط من فوق مكان عالي، يقدر يتسلق كنبه ويطلع من فيها وينط للكرسي الثاني، يعمل وسب، يعمل قفز، بيبقى عنده مهارات حركيه، جهازه العصبي بيستطيع يتحكم في حركات جسمه، وبالتالي هو بيلعب بهذه القدرات، فيظهر لك انه مش قاعد في مكان، فبيتنطط من هنا ويتزحلق من هنا ويطلع من هنا ويتسلق من هنا ويسحب من تحت مش عارف ايه، فبيطلع لك هذه القدرات في شكل لعب عشوائي.
لما بينضم لينا بقى الولد الشقي ده هو اصلا بيستخدم الحكايه دي للعب. احنا بقى بناخد حبه للعب ده وقدراته دي ونبتدي نوظفها في مجال الجمباز بقى، نهذبها تبقى بدل ما الحركات عشوائيه اللي فيها وسب وقفز وزحف ونط والكلام ده كله، بنوظفها في اتجاه الحركات اللي هي مرتبطه بلعبه الجمباز. لعبه الجمباز كلها عباره عن حركات بتتحكم في اداء جسمك. تمام. بتحرك جسمك، عشان كده فعلا الاولاد اللي بيبقوا اشقياء واهاليهم بتشتكوا منهم لما بينضموا لينا بيتفوقوا عندنا، دي حقيقه ليها سبب علمي. وعندنا حقيقه ثانيه للاسف احنا مش قادرين نكمل مع حضرتك المكالمه اكتر من كده نظرا لضيق الوقت، فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن محمد. طيب محمد، في اخر حاجه تحب كده رساله توجهها لاي حد انت حابب يعني توجه له رساله؟ يعني الكاميرا معاك. بشكر دكتور محمد والله وكابتن كريم وكابتن عرفات على المجهود اللي هم عملوه معايا، كانوا في ظهري الصراحه وكانوا بيسندوني جامد وقت التمرين وكده، كانوا هم اللي وصلوني للي انا فيه دلوقتي ده. وجمهور النادي الاهلي والجمهور طبعا، مامتي طبعا وبابايا واهلي طبعا. ربنا يوفقك يا محمد ان شاء الله، والرياضه كمان تنتشر. والنقطه اللي اتكلم عليها كابتن محمد فؤاد برضو فكره التغطيه الاعلاميه، احنا طبعا جزء كبير من هذه التغطيه، واكيد انا شايفه ان الاعلام لازم يركز على ابطالنا في المجالات المختلفه، وبالتالي ده اللي بيحصل مؤخرا كمان مع فكره ان الدوله ووزاره الشباب والرياضه نشيطه جدا وداعمه كمان لرياضات كثيره مختلفه في مصر. صحيح، ويمكن دي برضو من السمات المميزه، او على الاقل نتمنى ان يكون الامر بالشكل ده، من السمات المميزه للبرنامج ده بصفه خاصه، ان احنا دايما كل حلقة من الحلقات بنستضيف لحضراتكم نماذج مشرفة، شباب وشابات مصريين منورين في رياضات مختلفة وبالمعنى الحرفي للكلمة، نماذج يحتذى بيها. انت كنت واحد منهم يا محمد، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. شكرا يا فندم. شكرا ليك.